من يافا ينضم إلينا السيد سامي أبو شحادة، عضو القائمة المشتركة في الكنيسة الإسرائيلي. سيد سامي، أهلا بك. حصة العرب في هذه الانتخابات 10 مقاعد، بعد أن كان أهلا وسهلا بك، بعد أن كانت 15 في الانتخابات السابقة. هل نقول مبروك على الفوز أم نأسف للخسارة؟ نحن بالطبع نأسف للخسارة، لأننا فقدنا ثلث التمثيل العربي الوطني بالأساس، لأن هناك أيضا ممثلين عرب مع الأحزاب الصهيونية. نحن عادة لا نعدهم على قيادة الجماهير العربية، ولكنهم موجودون. ولكن مهم جدا أن نعرف أن كان هناك خسارة كبيرة جدا لنا كمجتمع وللأحزاب وللقيادات، أننا فقدنا ثلث التمثيل البرلماني، وهذا أمر كبير ومهم جدا، ونراه الآن يؤثر أيضا على نتائج الانتخابات. ولكن بالمجمل علينا أن نرى السياق الكامل للعملية الانتخابية، حيث أننا أمام نفس النتائج على المرة الرابعة على التوالي، وقد نكون في طريقنا إلى انتخابات خامسة، لأن ما يجري عمليا في إسرائيل هو ليس نقاش جدي حقيقي بين طيارات سياسية مختلفة فكريا أو أيديولوجيا. في إسرائيل ومنذ ما يقارب عقد من الزمان هناك أغلبية ساحقة واضحة في الكنيسة لليمين واليمين المتطرف، والصورة هي أيضا كذلك الآن. طيب نسأل إذن، لماذا كل هذه الانتخابات رابع معركة انتخابية في خلال أقل من سنتين؟ لأن هناك في دولة إسرائيل رئيس حكومة مجرم وفاسد، ويدير كل دولة إسرائيل بمؤسساتها ووزاراتها بحسب ملفاته الجنائية. نتنياهو لديه يعني خيار واحد يرضيه، أو إمكانية واحدة ترضيه من ناحية نتائج الانتخابات، أن يستطيع أن يقوم بسن قانون يحميه من المحاكمة ومن عدم المساءلة. كل ما يريد نتنياهو هو ليس تشكيل ائتلاف، نتنياهو لا يريد أي ائتلاف، نتنياهو يريد أن يأتي لنفسه بحصانة لكي لا يذهب إلى المحاكمة، لأنه فاسد وفي طريقه إلى السجن. كل نتيجة لا تؤمن له هذه الحصانة سنرى نفسنا أمام انتخابات جديدة في إسرائيل. طيب دعني أسأل في إطار النتائج الانتخابية التي حصدها العرب. أولا، لماذا رفضت القائمة الموحدة التوقيع على فائض الأصوات مع القائمة المشتركة؟ ما هي الأسباب وكيف سينعكس هذا على أداء الاثنين؟ من المؤسف جدا ما يجري من تصرفات الإخوة في القائمة الموحدة. أولا هم قاموا بالانشقاق عن القائمة المشتركة، والتي كانت الكتلة الثالثة بحجمها في الكنيسة في الانتخابات الأخيرة. كل ما تقوم به الموحدة مؤخرا بحسب كل المحللين في الخارطة السياسية بإسرائيل يخدم نتنياهو أكثر بكثير مما هو يخدم مجتمعنا العربي. عدم رضاهم على توقيع فائض أصوات مع القائمة المشتركة كان أيضا باعتقادي خطأ كبير جدا قاموا به الإخوة، وأيضا ما يقومون به الآن من ناحية التصرفات السياسية يشكل خطر على مستقبلنا السياسي في بلادنا. أنا لا أستطيع حقيقة أن أتفهم مثل هذه الخطوات. سيد سامي، ما هي التصرفات التي تقول يمكن أن تشكل خطرا على مستقبلكم السياسي؟ مثل ماذا؟ مثل رهن الحقوق بالموقف السياسي، أي ما يعني أننا أصبحنا لا نناضل كمواطنين وأصحاب حق وأصحاب البلاد الأصليين، وإنما أصبحت حقوقنا مربوطة ومرتبطة بشكل أو بآخر بالتصويت مع الحكومة أو ضد الحكومة، مع هذا الحزب أو ضد هذاك الحزب. هذا أمر خطير جدا، لأن هذا يفرغ مفهوم الحقوق والنضال من أجل الحقوق من مضمونه أصلا، لأننا في حين يعني إذا ارتبطت الحقوق بمقايدة سياسية ما، هذا يعني أنك ليس لديك حقوق كمواطن، وإنما إذا قمت بدفع ثمن سياسي من أجل إصلاح شارع أو من أجل بناء مدرسة أو من أجل بناء مستشفى أو من أجل أي حق من حقوقك كمواطن، عمليا أنت بحاجة أن تدفع له ثمن سياسي. هذا طيب ما هو الثمن السياسي الذي يمكن أن يدفع من أي طرف من الجانب العربي لكي يحصل نتنياهو على ما يريد من تأييد في الكنيست؟ نتنياهو يطالب أن نتقبل كل ما هو
مأساوي من ناحيتنا نحن كأقلية قومية في بلادنا. مثلا أن نقبل قانون القومية الذي سنه نتنياهو، أن نقبل بأن تبقى إسرائيل دولة الشعب اليهودي أو دولة يهودية تميز لصالح المواطن اليهودي بشكل دائم، أن نقبل الاحتلال، أن نقبل حصار غزة، أن نقبل تهويد القدس. ما عندما تتفاوض مع نتنياهو وتكون مستعد لأن تصل إلى حلول وسط مع نتنياهو، معنى ذلك أنك تتقبل الخطوط العريضة التي يمشي بحسبها بنيامين نتنياهو. طب هذه الخطوط كارثية لنا كأقلية وطنية في بلادنا وعلى شعبنا الفلسطيني وعلى أمتنا العربية. هذا هو الخطر الحقيقي. طيب هذا الخطر الحقيقي كيف يمكن أن يتعاظم أمام هذه الخسارات المتوالية على الأقل قياسا بهذه الانتخابات وربما الانتخابات القادمة كما تتوقع، ربما الانتخابات الخامسة، مع ما يتردد في إسرائيل ويأتي في الصحف واستطلاعات الرأي بأن هناك، والذي تفضلت بالإقرار به، بأن هناك كثير من العرب الذين ربما يلتحقون بالقوائم اليهودية؟ عزيزي، الصراع بيننا نحن الفلسطينيين والحركة الصهيونية هو ليس بصراع جديد، وأمامنا معركة طويلة المدى لن تنتهي غدا أو بعد غد. وهناك تجربة تاريخية، بحسب التجربة التاريخية نحن تعلمنا أنه لا يحك جلدك مثل ظفرك، والناس تعرف ذلك، مرات في غضب، مرات في يأس، مرات في إحباط، مرات الأجواء سلبية جدا. هذا مما أثر بشكل كبير جدا على أهلنا ومجتمعنا وناسنا وناخبينا، ونزل نسبة التصويت بشكل كبير جدا في المعركة الأخيرة. أنا بتقديري الجميع تعلم من هذه التجربة السلبية. عندما تكون هناك نسبة تصويت منخفضة الجميع يدفع الثمن، ليس فقط الأحزاب تدفع الثمن، لأن بدل الخمس أعضاء الذين خسرناهم من القائمة المشتركة دخل خمس أعضاء جدد من الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة. مجتمعنا يرى ذلك. أنا باعتقادي المجتمع يستوعب مثل هذه النتائج، حتى لو للأسف يعني بشكل متأخر، ولكن هناك دائما أمل. جميل. لإعادة الثقة مع أهلنا ومع ناسنا ومع جماهيرنا من أجل الحفاظ على مجتمعنا، لأننا أمام معركة طويلة جدا. سيد سامي أبو شهادة، قلت في فيسبوك يوم الانتخابات نحن أمام خطر تشكيل حكومة يمينية ضيقة تضمر الشر لمجتمعنا وأبنائه وبناته. في ضوء هذا كيف تفسر فتح بعض رؤساء البلديات العرب الأبواب لنتنياهو الملقب بأبو يائير؟ شوف عزيزي، احنا يعني نعمل في ساحه مليئه بالتناقضات. انا ليس لدي اي عتب على رؤساء البلديات، لان رؤساء البلديات هم تحت وزاره الداخليه، ولهذه الوزاره هناك رئيس حكومه هو بنيامين نتنياهو. لا يوجد لديهم اي مجال اخر الا للتعاون مع الوزاره ومع رئاسه الحكومه من اجل خدمه الجمهور. هذا امر معين، ولكن كان هناك بعض رؤساء السلطات المحلية للأسف الذين دعموا بنيامين نتنياهو بالانتخابات أو دعوا إلى دعم بنيامين نتنياهو بالانتخابات، هذا أمر آخر. للأمور الجارية ولإدارة حياة المواطنين وللأمور التي مفروضة علينا نحن نتفهم الناس، ولا نريد أن نزاود على أحد، نفهم كل واحد ما هو دوره وما هي الصلاحيات التي لديه وما هو القانون الذي يحتكم بحسبه. ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أننا نتقبل دعم بنيامين نتنياهو العنصري أو أي حزب صهيوني آخر من أي من القيادات في مجتمعنا العربي، من رؤساء البلديات أو أعضاء البلديات أو رؤساء جمعيات أو أي شخصية فاعلة في المجتمع العربي. نحن نرفض ذلك بشدة ونستنكر ذلك أيضا بشدة. شكرا جزيلا لك من يافا السيد سامي أبو شحادة، عضو القائمة المشتركة في الكنيسة الإسرائيلية.